السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم أحبائي في قناتكم إيكول جبيرة. جبيرة، هنا المستوى الرابع الأسبوع الخامس عشر الرياضيات. نشوفوا الرياضيات، الفيديو غيكون طويل لحقاش غيكونوا فيه تقريبا ست صفحات نجمعهم كاملا كما كتعرفوا كنخدمهم كاملا، ولكن انت تبع معنا وحده بوحده وتفهم معنا لحقاش غادي نشرحوا لكم بواحد الطريقه زوينه تفهم الاعداد الكسريه الطرح والجمع ديال الاعداد الكسريه وحل المسائل بطريقه سلسه ومفهومه جدا جدا. صافي، انا نعطي لينا غتبقى تشرح لكم انتوما باش تعرفوا هذاك الشيء بانه راه باين. ها دوز الصفحه الاولانيه، نحاول انا نزرب شي شويه ولكن مع الشرح. حل المسائل، الحساب الذهني، يلا هذا جدول الضرب ضروري، يلا ولكن ضروري جدول الضرب. يلا 5 في 6 في 5 عفوا 6 في 5 3 نضع صفر ونحتفظ ب3، 6 في 1 هي 6 زائد الاحتفاظ ديال 3 هي 9 90 6 في 6 10 في 10 كتساوي 60 6 في تعطينا 600 اذا في 100 6 في تعطينا 180 اذا ضروري يكون صفر هنا حقاش 6 في 0 تعطينا الصفر 6 في تبقى لنا هذه ديما نعقلوا على هذه ملي كنقول لك الصفر هنايا ديما عقل بان 6 مثلا ضربها في 0 6 في 3 تعطينا 18 اذا 8 هي 180 7 في هنا يكون صفر ها هو 7 في 7 في 2 2 باش تعطينا 14 هي 140 7 في 7 7 في 7 40 7 في 6 8 7 في تعطينا 200 420 اذا صفر 7 في 6 اذا 7 في 60 الونوا البطاقه المناسبه يحب كمال قصص جحا قرأ كمال يوم الجمعه 3 القصص وقرأ يوم السبت 5 القصص بينما قرأ يوم 4 القصص ما نقدر نغلط انايا بيناتكم كتشوفوا قدامي الاعداد ولكن بعض المرات كنبغي نزرب ونشوف في الشاشه كان بينما قرأ يوم الاحد 5 قصص كم قصة قرأ كمال وضعية اجزاء متساويه ملون لانه انا نقول لكم لا تلونوا مثلا واش وضعية اجزاء متساويه ولا وضعية اجزاء غير متساويه واش كتبان لك هنا 3 4 5 متساويين لا اذا وضعية اجزاء هي تلون هذه وضعية اجزاء غير متساويه هذه تلونوها زعما انا درت لكم خط لازم تلونها شنو هي 3 زائد 4 زائد 5 تساوي 3 زائد 4 هي 7 7 زائد 5 هي 12 هاي 12 ولكن غتلونوا هذه وضعية الجزاء غير متساوية يقرأ كمال كل يوم كل يوم زعما يقرأ 3 قصص من مغامرة جحا كم قصة سيقرأ في 6 أيام هل وضعية أجزاء متساوية ولا وضعية أجزاء غير متساوية متساوي علاش يعني كل يوم يقرأ ثلاث قصص على مدة 6 أيام إذا 3 في 6 تساوينا تساوي 18 إذا وضعية أجزاء شنو تكون؟ اللون هذه وضعية أجزاء متساوية متساوية تلونوا هذه هي صافي أنا كندير لكم عليها الشريطات ولكن أنتم تلونوها حيت ما عنديش ملون دابا باش ما نضيعوش الوقت أتمموا نموذج وضعية الأجزاء المتساوية وزع أب 12 قطعة شوكولاتة بالتساوي على أبنائه الثلاثة ما عدد القطع التي يحصل عليها كل واحد من الأبناء؟ واش؟ 4 أتمم نموذج وضعي الأجزاء المتساوية وزع أب 12 قطعة شوكولاتة بالتساوي ها هو أجزاء متساوية قال لك بالتساوي على أبنائه الثلاثة يعني قسم 12 على 3 ثلاثة الأبناء شحال غتجي كل واحد؟ 4 4 اذا كل واحد 4 4 4 هذا 4 وهذا 4 وهذا 4 اذا شنو كتزم هذه وضعيه اجزاء متساويه وضعيه اجزاء متساويه تقرا مريم 5 صفحات من حكايتها المفضله كل يوم 5 صفحات كم صفحه تقرا خلال 7 ايام اذا كتقرا 5 في سبعة أيام في سبعة أيام كتساوي لنا تساوي 35 إذا هذه ثاني وضعية أجزاء أجزاء
متساوية. متساوية، عفوا على الكتابة، ولكن لا كنوضحكم، أنا كنزيد الكتابة تما. أضع علامة إكس تحت نص المسألة المناسبة لنموذج الأشرطة لوضعية الكل والأجزاء المتساوية. يوفر هذا 65 65 65 65 65 65. إذا مثلا 65 شنو هو؟ غنشوفو. يوفر عامل 6 دراهم كل يوم، 6 دراهم كل يوم، كم يوفر لمدة 65 يوم؟ لا. يوفر عامل 6 دراهم في، عامل 6 دراهم في 65 يوما. لا كم يوفر كل يوم؟ لا. يوفر عامل 65 درهما كل يوم، كم يوفر في مدة 6 أيام؟ 1 2 3 4 5 6. إذا يوفر 65 درهما، كم يوفر خلال 6 أيام؟ إذا هذه هي الوضعية الصحيحة. بالتالي إذا درنا العملية نديرو 65 في 6 أيام، 6 في 5 6 في 5 36 6 في 6 36 و 3 هي 39. إذا يوفرها دي أش 390 390 درهما. إذا سالات الصفحة الأولانية، شو الصفحة الموالية. إذا كنشوف هذاك الشيء موضح وواضح، يعني أنا معكم. توحيد المقامات أعداد كسرية، 8 في س 8 في 0 0 8 في 2 16. إذا 160 8 في 11 88. 7 في 0 0 7 في 0 0 7 في 7 في 3 21. إذا 7 في 30 7 في 7 في 0 0 7 في 5 5 إذا 7 في 50 تساوي 350. 8 في 6 48 48. 8 في 4 4 32 32. 8 في تساوي 56 في 7 في 7. 7 في كم تساوي 7 7 في 7 49. أربط كل مجموعة قصور بالمقام الموحد لها، المقام الموحد لها. مثلا ما بين 1 على 3 و 3 على 4، 4 و 3. دائما خصكم تبقاو تعقلوا ليه المقام الموحد، هذا الشيء مهم بزاف. ما بين 3 و 4 المقام الموحد شنو هو؟ 12. وذلك أضربته ب 12. لحقاش 3 في 4 تعطينا 12 و 4 في 3 تعطينا 12، هذا هو المقام الموحد. 6 على 4 مع 3 على 5 20. 20 علاش؟ 4 في 5 20، 5 في 4 20، المقام الموحد هو 20. صافي هذا الشيء خصكم تكونوا ضبطوه. 1 على 5 و 5 على 10، المقام الموحد هو 10. الى 5 في 5 في 2 تساوي 10. اذا المقام الموحد هو 10، اذا بالتالي ربطوه مع 10. ثم ما بين 1 على 6 و 5 على 2 و 8 على 3، المقام الموحد هو 6، لان 5 على 2 نضربوا هذه المقام، هذا فاش نضربوا 2 في 3 3 و 3 في 3 في 2 2، عندنا 6. اذا المقام الموحد هو 6. اذا عقلوا عليا مزيان هذا الشيء. اجد الكسره المكافئه لتوحيد المقام. 1 على 5 و 3 على 4، المقام الموحد شنو هو؟ هو 20. 20. اذا 5 في 5 في 4 و 4 في 5 4 في 4. 1 في 4 4. 5 في 4 20. 3 فاش نضربوها؟ 3 في 5 و 4 في 5 في 5. اذا 3 في 5 3 في 5 15 15 و 4 في 5 20. ها الطريقه، اذا كنظن مفهومه وواضحه. ها اذا 1 على 6 6 على 4 1. اذا 6 على 4 هي 1، شنو هو؟ 4 على 4. 4 على 4، علاش 1 ديما تردوا 4 على 4، 5 على 5، 6 على 6، 7 على 7، 8 على 8، حسب المقام اللي عندك. 1 على 2 و 5 على 8، المقام الموحد هو 8. 8 هي 5 على 8، هنا باش نضربوها في 2 في 4 تساوي 1 في 4. 4 يعني 4 على 8. على 8، هذه هي الطريقة اللي كندير لكم أنا، حتى هما ديروا نفس الطريقة. ثم 8 على 3، 5 على 12 و 1 على 6، المقام الموحد هو؟ المقام الموحد هو 12. 12 بيناتهم، إذا هي 5 على 12، هنا في؟ في 6. هنا في 6. هنا في؟ في 3. في 3، هنا في؟ في 3. 2. 6 في 2.
تعطينا 12. شيش. وهنا شنو قلتي؟ في ستة، في لا أربعة، في أربعة. أربعة. أنا بغيت نجربك الساعة لقيتك غلطتي علينا، خاصنا نديرو بحالكم. اللي بقى لك نديرو هنا نغلطو، لا ما يمكنش. 12 هي 3 في 4 كتعطينا 12، كنضربو 8 في 4 حتى هي باش نشوف شنو تعطينا، و 6 كنضربوها في جوج، كنضربوهاش في هذيك اللي قلتي. حنا ما عندناش 18، عندنا 12. إذا بالتالي 8 في 4 كشحال تعطينا؟ 8 في 4 تساوي 32 على 12. 2 واحد على في 2 هي 2 على 12. 12. هذه هي الطريقة صافي، كنظن واضحة. نمشيو ووحدوا المقام، واحد المقام ديال هادو هما. شنو المقام الموحد بيناتهم هو؟ 10. 10، بالتالي هذه نضربها في 2، وهذه في 2. 2. 4 على 10، 4 على 10، 3 على 10، 3 على 10. هنا المقام الموحد، المقام الموحد هو 10. 12. 12 هذه نضربها في 2، في 2، وهذه في 3. 3 5 في 2، 5 في 12 على على 12. 12. و 6 في 3 18 على 4 في 3 12. اذا المقام الموحد هو 12. هنا المقام الموحد، المقام الموحد هو شوفي شنو هو، ها ثلاثة ها جوج، شنو المقام الموحد بيناتهم؟ المقام الموحد بيناتهم هو 6. 6. إذا في 2، في 2 هنا، في 3 هنا، في 3. هذه هي الطريقة اللي كنوريكم ديما ديروها. واحد في 3، 3 على 6، هنا 5 في 2، 5 في 2 10 على 6. 6 صافي. ثاني هنا كذلك المقام الموحد بيناتهم ما بين 2 و 3 و 4 معروفة هذه، شحال؟ 12. 12. إذا هذه في 6 في جوج في 2 في 3، جوج في 6، واحد في 6، واحد في 6، 5 في 5 في 4، 3 في 4، 8 في 3، و4 في 3. إذا واحد 6 في 1، 6 على 6 على 12. هنا 20 على 12، على 12. وهنا 24 على 12، على 12. مزيان مفهومه. احل المساله، اقارن الكسرين، اقتسم ريان وياسين قطعه بيتزا، اكل ريان 3 على 5 بينما اخذ ياسين 1 على 3، ايهما اكل كميه اكبر؟ نصيب ريان نصيب ياسين. اذا وبالتالي في حل المساله بحال هذه الحالات هذوما ضروري ضروري من تركيز توحيد توحيد المقام، توحيد المقام، تبقي توحيد المقام هو المهم. اذا 3 على 5، ما هو المقام الموحد بين 5 و 3؟ 5 و 3 هو 15. 15. اذا في 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 3 في 3، 3 في 3 9 على 15. نصيب ياسين، تاني فاش نوحدو المقام باش نردو 15؟ 5 5 5 5. إذا 1 في 5 و 3 في 5 على 15. هذه هي الطريقة دائما توحيد المقام. بالتالي غنلقاو أن 5 على 15 فهي 9 على 15. مقارنة ما توحيد المقام هو موحد، 5 مع 9 شنو؟ أصغر. أصغر. 5 على 15 أصغر من 9 على 15، وبالتالي فهو من أكل كمية أكبر؟ شكون اللي أكل؟ ريان. ريان، فبالتالي ريان هو من أكل كمية أكبر، وحيث الجواب الصحيح كل وحدة تتكون من 1 على 4 و 1 على 2. لا لا، إذا اللي بغينا نوحدوا المقام هنايا شحال تضربها؟ أضربها في جوج، هذه أضربها في جوج، شحال تعطيك هذه؟ تعطيني جوج. 2 على أربعة، واش 2 على 4 هي 1 على 4؟ لا، هنايا 1 على 2 على 4، 1 على 2. إذا ضربناها في هذه باش نوحدوا المقام، 2 2 وهذه في 2، شحال تعطينا؟ تعطيني 2 على 4، ها 2 على 4، ها 2 على 4، إذا هذه هي الصحيحة. بي صافي؟ هنا لا، تعطينا هنا شحال تعطينا؟ 1 شحال تعطينا؟ 4 على 4، 4 على 4 ليست هي 1 على 4. لا، ثم هنايا 1 على 2 عندنا 1، إذا هي 2 على 2، 2 على 2 ليست هي 1 على 2، صافي هذه الصحيحة. نمشيو نشوفوا الصفحة الموالية، صفحة 4.
هنا جمع الاعداد الكسريه. يلا جمع الاعداد، الحساب الذهني هو الاولاني نبداو به. يلا 8 في 15، 8 في 5 8 في 5 40 نضرب 0 ونحتفظ بالأربعة. 8 في 1 1 8 زائد 4 هو 12 120. 8 في 12 8 في 2 2 يساوي 6 نضرب 6 ونحتفظ بالواحد. 8 في 1 8 زائد الاحتفاظ هو 9 96. 8 في 50 8 في 0 8 في 0 0. 8 في 5 هي 40 400. 8 في 400 50. 9 في 6 9 في 6 54. 9 في 4 36. 9 في كم تساوي 63؟ 7 7. 8 في كم تساوي 64؟ 8 8. احسبوا المجموع، إذا جمع الأعداد الكسرية 1 على 3 زائد 1 على 4، ماذا نفعل؟ نوحد المقام الذي هو 12، بالتالي هذا كنضربوه في 4 4 3 في 4 4 وهذا في 1 في 3 وهذا في 4 في 3 باش تعطينا 12 هو المقام الموحد بيناتهم. إذا 1 في 4 1 في 4 4 3 في 4 12 1 في 3 1 في 3 و 4 في 3 12. هادشي علاش شفتو هنا 4 على 12 وهنا 3 على 12، علاش؟ راه واحدنا المقام. إذا 4 زائد 3 4 زائد 3 هي 7 على 12. هذه الطريقة. إذا هنا 1 على 3 زائد 2 على 5 زائد 8 على 5، ما هو المقام الموحد؟ المقام الموحد هو 15. إذا هذه فاش نضربوها؟ نضربوها في 3 في 3 3 وهذه في خمسة وهذه في خمسة خمسة باش نديرو المقام واحد هو 15. إذا بالتالي واحد في خمسة خمس يعني هنا عندهم خطأ، داروا ثلاثة هنا، لا خطأ، خمسة خاصها تكون هنا، خطأ مطبعي. ثلاثة في خمسة 15، اثنان في ثلاثة ستة، خمسة في خمسة في ثلاثة 15. إذا نجمعوهم خمسة زائد ستة، خمسة زائد ستة تساوي خمسة زائد ستة تساوي 11 زائد 8 11 9 زائد 8 هي 19 على 5 13. إذا 1 زائد 3 على 5 1 كتساوي لنا هو 5 على 5، معروفة 5 على 5 هي 6 على 6 حسب المقام اللي عندنا. المقام عندنا 6 نديرو 6 على 6، عندنا المقام 7 نديرو 7 على 7، صافي. إذا 5 على 5 زائد 3 على 5، 5 زائد 3 5 زائد 3 هي 8 على 5. احسبوا المجموع، عندنا مقام واحد بالتالي احسبوا 2 زائد 3 5 على 10. مقام واحد هو 4، 6 زائد 3 6 زائد 3 6 على 4. مقام واحد هو 12، 4 زائد 1 5 على 12. مقام واحد هو 12، 1 زائد 3 زائد 5 9 على 12. احسب المجموعة على دفتري، إذا احسبوا المجموعة على دفتري. شوف شي ورقة اللي قلت شوف يكون خاوي مثلا، هادي خاوية أمي. إذا هكذا نمشيو نرفعو هادي شوية الفوق باش تبان لكم مزيان هنا، ونخدمو على فين نخدمو على هي هادي، هادي اللي كتبان هادي اللي خدمنا عليها، نخدمو على هادي. إذا هاهو، إذا 2 على 8 على 3 زائد 3 على 5 على 15. مقام واحد هو مقام واحد هو 15. إذن اثنان في 5 وثلاثة في 5 زائد 3 على 15. اثنان في 5 اثنان في 5 هي 10 على 15 زائد 3 على 15. إذن 10 زائد 10 زائد 3 هي 13 على 5 على 15 15 صافي. إذا مفهومة. إذا هنا المقام الموحد شنو هو؟ المقام الموحد هو ما بين 5 و 4 20 20 20. إذا هذه في 4 و 4 4 هذه في 5 5 في 5. إذا 6 في 4 6 في 4 تساوي 24 24 أربعة وعشرون على عشرون زائد زائد 15 على عشرون. أربعة وعشرون زائد 15 أربعة
39 على 20. هذه شنو المقام الموحد؟ المقام الموحد هو 6. إذا هذه في 3 في 3. إذا هي 4 على 6 زائد 3 على 3 على 6. 4 زائد 3 هي 7 على 6. المقام الموحد هو هو 36. إذن في 9 في 9 و 9 في 4. أيه في 4 في 4. إذن 9 في 3 تساوي 27 على 36 زائد 20 على 36 كم تساوي؟ 37 على 30. احسب المجموع على دفتري. 5 على 5 هي واحد هي كتساوي هي 5 على 5. اذا 5 زائد 3 هي 8 على 5. 5 واحد على هي 2 على هي 2 على 1 وكتضربها في 4. هذه كتضربها دائما 1 باش تردو عدد كسري هي 2. 2 هي ترد عدد كسري هي 2 على 1. كان 3 ديروا 3 على 1. كان 4 ديروا 4 على 1. كان 5 ديروا 5 على 1. وانت غادي صافي. اذا باش عاد كنوحدوا المقام هي وكنضربوا في 4 باش نوحدوا المقام. اذا هي 8 على 4. 8 على 4 زائد 3 على 4. 8 زائد 3 هي 11. 11 على 4 على 4. هنا 1 على 1 هي 2 على 2. 2 على 2. اذا 2 زائد 1 هي 3. 3 على 2 على 2. 1 هي 4. 4 هي 4 على 4. 3 زائد 4 7 على 4. جيد هاكا بغيتكم تفهموا ثاني بهذه الطريقه. انا كما كنقول لك هذه الطريقه اللي تستعملها سهله. احسبوا المجموع. 0 ان 0 الى 1 شنو هو عدد العاب عشرية؟ وشنو قلنا؟ واحد على 10. 1 على 10 زائد 3 على 4. هذا نضربوا فيه باش نردوه باش المقام الموحد شنو هو؟ إذا 4 10 في 2 ها 10 في 2 1 في 2. هنا نضربوه 4 في 4 في 5 و 3 في 5 تساوي شحال تعطينا هنا؟ و 2 على 20 هو المقام الموحد زائد 5 15 على 20 تساوي كم؟ 2 زائد 15 هي 17 على 20 على 20. 5 0 على 4 زائد 6 على 10. 10 المقام الموحد؟ المقام الموحد هو 20. 20 اذا هذه تساوي 5 في 4. 4 في 5 تساوي 5 زائد 6 على 10 في 2 في 2 تساوي 5 في 5 25 على 20 زائد 6 في 2 في 2 12 على 20 20 تساوي 25 زائد 12 70 و 30 على 20. هنا 5 على 10 وعندنا 3 على 5. المقام الموحد؟ المقام الموحد 10. 10 اذا هذا نضربها في 2 2 وهذه في 2 2 تساوي اذا 5 على 10 زائد زائد 6 على 10 10 تساوي 11 على 10. 10 4 على 4 ها 4 باش نردوا عدد كسري هو 4 على 1 ويا في في 3 وفي 3. علاش عقلتنا هذا المقام هو 3؟ نعم سهله ماهله هذه. 2 على 3 تساوي هنا 4 في 3 4 في 3 تساوي 12 على 3 زائد 2 على 2 على 3 تساوي 14 على 3. جيد كنتمنى انكم تتم تكونوا كتفهموا المساله دي. هي 3 على 4 4 زائد 2 على 1 نضرب هذه هي 4 في 4 تساوي
تساوي 3 على 4 زائد 2 في 4 هي 8 على 4 هي 3 في 8 هي 11 على 4. 1.2 12 على 10 12 على 10 هاكاك زائد زائد 3 على 5 على 5 مقام واحد مقام واحد هو 10 في اثنان في اثنان في اثنان اذا 5 في اثنان وثلاثة في اثنان تساوي 12 على 10 زائد 3 على 2 هي 8 على 6 على 10 تساوي 18 على 10 اذا 0.02 2 على 100 زائد 100 2 على 100 2 على 100 زائد 12 على 50 اذا المقام الواحد هو 100 100 اذا انا في اثنان في اثنان تساوي اثنان على مئة مئة زائد 12 في اثنان هي 24 على مئة تساوي تساوي 26 على مئة على مئة خمسة على 20 زائد 2 على 5 اذا 5 على 20 زائد 2 على 5 مقام واحد هو مقام واحد هو 20 في 4 في 4 تساوي 5 على 20 زائد 2 في 4 8 على 20 5 زائد 8 هي 8 13 على 20 جيد مزيان مشيو الصفحة الموالية اللي هي الصفحة 5 في 8 تساوي 40 فين هي؟ 5 زائد 8 زائد 5 زائد 8 5 زائد 8 إذا مشيو الصفحة 5 طرح الأداة الكسر دابا هنا الجمع دابا نديرو الطرح الحساب الذهني 8 في 6 8 في 6 تساوي 48 8 في 200 8 في 0 0 8 في 0 0 8 في 2 16 اذا تساوي 1600 8 في 12 8 في 2 16 تساوي ضرب الواحد 8 في 1 8 1 1 0 اذا 96 8 في 11 8 في 10 90 9 في 9 81 9 في كم تساوي 0 630 اذا 0 ها هو 0 ثم 6 في 7 اذا 9 في 7 تساوي 63 هي 630 اذا 9 في 27 9 في 3 احسب الفرق 6 على 2 ناقص 3 على 5 المقام الواحد هو 10 بالتالي نضرب هذه في 5 في 5 هذه في 2 وهذه في 2 بالتالي 5 في 6 30 6 في 5 6 في 5 30 و2 في 5 10 3 في 2 6 و5 في 2 10 ثم ندر الطرح 30 نقص من 6 تعطينا 24 على 10 مشيو لهذه 4 على 5 ناقص 5 على 15 تساوي اذا المقام الواحد هو 15 اذا نضربوا هذا حتى هو في 3 في 3 علاش 5 في 3 تعطينا 15 بالتالي 4 في 3 12 5 في 3 15 كنديروا الطرح ديال 12 نقص منها 5 اذا المقام الواحد هو 15 12 ناقص 5 كم تساوي؟ 2 تساوي 7 7 على 15 5 على 4 ناقص 1 على 2 المقام الواحد هو؟ المقام الواحد 4 4 اذا هذا كنضربوه في؟ في 2 لا في 2 5 على 4 وهذا كيولي 1 في 2 2 2 في 2 4 المقام الواحد هو 4 5 نقص منها 2 هي؟ 3 على 4 كنظن هذا الشيء مفهوم كنشرح لكم بطريقه اسهل احسبوا الفرقه اذا 10 15 على المقام الواحد هو 10 و 10 15 على 10 ناقص 3 على 10 تساوي 12 على 10 12 على 10 اذا 15 كنا نقص منها 3 4 على 6 ناقص 1 على 6 4 ناقص 1 هي 3 على 6 8 على 12 ناقص 1 على 12 8 ناقص 1 هي 7 على 12 7 على 2 ناقص 5 على 2 7 ناقص 5 هي 2 على 2 على 2 تساوي 1 احسب الفرق على الدفتر ديالي شوفوا على الدفتر ديالي يلا مقام واحد
المقام الموحد هو 15. نعم، في 3 في 3 ثلاثة في ثلاثة، ثلاثة في 3 هي 9 على 15. نقص منها 3 على 15 تساوي تساوي هي 6 على 15. إذن كنتم طريقة مفهومة. 6 على 4 نقص منها 3 على 2، كم المقام الموحد هو؟ 4 لا نعم في 2 في 2. إذن 6 على 4 نقص منها 3 في 2 هي 6 على 4 تساوي تساوي 0. يمكنش أو 6 على 4 هنا عندنا 3، إذن 3 في 2 و 2 في 2 باش تعطينا 4 هي هذيك، إذن 6 4 إذن 6 6 إذن نقص 0 على 4 ما عمري باش 0 على 4 والو ما جاتنيش أنا ما مهم حنا اللي علينا كنديروها. إذن هي يقدر يكون شي خطأ هنايا، ولكن 2 في 2 هي 4، هنا في 2 6، 3 في 2 هي 6، إذن كتعطينا هنايا نقص منها، إذن هي 0 على 4. المهم حنا هذيك اللي خرجت لنا هي اللي درناها. إذا 4 على 3 ناقص 1 على 2 المقام الموحد هو 6. إذا هنا في في 2 في 2 في 1 في 3 في 3 هنا شنو تعطينا؟ 4 في 2 تساوي 8 على 6، 1 في 3 3 على 6 تساوي 8 ناقص 3 هي 5 على 6. 5 على 6 هنا المقام الموحد هو المقام الموحد هو هو ما بين 4 و 5 ما بين 4 و 5 دائما كنعرفوا المقام الموحد بيناتهم خصهم ضروري نعرفوا. 4 في 5 و 9 في 5 6 في 4 5 في 4 5 في 9 تساوي 4 45 على 20 ناقص 6 في 4 تساوي 24 على 20. 45 نقص منها 24 كم تساوي؟ هي 21 21 على 20. اذا احسب الفرقة على الدفاتر. الفرقة ثاني كذلك، واحد شنو كتساوي لنا؟ واحد تساوي 5 على 5 واحد كيساوي لنا هو هنا كنديروها بجنب هنا، واحد على هو تسمى بلا ما نكتبوها في دفتر اخر، واحد هي 5 على 5، 5 نقص منها 3 2 على 5 2 كنردوها عدد كسري، شنو هي؟ على واحد ونضربوها في 4 4 في 4 كتعطينا هي؟ كتعطينا هي 2 في 4 8 على 4 8 نقص منها 3 هي 5 على 4 3 على 2 نقص منها 1، 1 شنو كتعطينا؟ تعطينا 2 على 2 3 نقص منها 2 3 نقص منها 2 هي 1 على 2 2 كتعطينا عدد كسري؟ 2 على 1 نضربوها في 2 4 على 2 4 على 2 هي 2 في 2 4 و1 في 2 هي 4 هي 2 إذا هي 4 على 2 تسد نقص منها 4 5 على 2 2 ممكن وانا كنصايبها لكم غير هنا ساهله مهله. احسب الفرقه 4 على 3 نقص منها 1 على 10 10 شو المقام الموحد بيناتهم هو 10 لا هو 30 30 اذا هذا في 10 3 في 10 و10 في 3 في 3 في 3 تساوي 4 في 10 40 على 30 ناقص ناقص 3 3 على 30 4 نقص منها 3 40 نقص منها 30 3 40 نقص منها 3 هي 70 هي 37 على 30 5 على 2 طرح من 0.3 هو واش هو 3 على 10 المقام الموحد هو ما بين 2 و 10 هو 20 لا هو 10 نصغروا على راسنا هو في 5 هنا في 5 هنا في 5 فهمتي يعني 5 7 5 نديروها مزيان 5 في 5 على 2 في 5 زائد 3 على
10. 5 في 5 تساوي 25 على 10 طرح من 3 على 10 تساوي 25 نقص من 3 هي 22 على 10 صافي. صفر إلى 7 هي 7 على 10 نقص منها 1 على 2 اللي هو رقم مقام واحد قلنا شنو هو؟ هو 10. اذا هذه في 5 هذه في 5 اذا تساوي 7 على 10 نقص منها 5 على 10 على 10 تساوي هي 2 على 10. 3 على 4 ناقص 1 على 2 اذا المقام واحد هو هو 3 على 4 ناقص 1 على 2 في مقام واحد هو مقام واحد هو 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 4 هو 4 اذا في 2 في 2 اذا 3 على 4 نقص منها 2 على 4 تساوي تساوي 1 على 4 4 جيد مفهومه. اذا نمشيو للجهه الاخرى اذا عندنا 12 على 10 ناقص 0.5 2 على 10 على 10 اذا المقام واحد هذا بين اذا تساوي تساوي 7 على 10 10 8 على 3 ناقص 1 3 على 3 3 على 3 تساوي 8 نقص منها 3 هي 5 على 3 25 على 25 على 20 ناقص 0.05 اللي هي 5 على 100 على 100 بالتالي هذا خصنا نضربوه تساوي هي 25 فاش خصنا نضربوها؟ في 50 20 فاش نضربوها تعطينا اذا في 5 5 20 في 5 تعطينا 100 100 20 في 5 تعطينا 100 اذا ناقص 5 على 100 اذا 25 في 5 5 في 5 25 نحسبها بال 2 5 في 2 10 11 12 اذا 12 كتساوي لنا هي 125 على 100 نقص منها اللي قلنا شنو هي هي 5 على 5 على 100 اذا كتعطينا هي 125 نقص منها 5 اذا هي 120 على 100 120 على 100 كما كتسمعوها 25 على 100 على 20 25 على 20 نقص منها 20 على 20 20 على 20 جيد لان المقام واحد هو 20 واحد كتساوي لنا ديما كنديروها على حسب المقام اللي عندنا كيعندنا واحد ديما كنديروا على المقام اللي عندنا هو 20 على 20 30 على 30 4 على 4 10 على 10 ديما دائما 25 ناقص 20 هي 5 على 20 جيد شوف الصفحه المواليه اللي هي الصفحه 6 الحساب الذهني 8 في 5 5 لينا 8 في 5 8 في 5 40 لا صفر حسبت 4 8 في 1 8 و 4 هي 12 هي 120 8 في 11 88 7 في تساوي اذا 7 في 0 تعطينا الصفر هنايا ثم 7 في 2 باش تعطينا 14 هي 140 77 12 في 6 6 في 2 12 مفترض بالواحد 6 في 1 هي 6 و 1 هي 7 اذا 72 12 في 4 4 في 2 8 4 في 4 في 2 8 4 في 1 4 اذا 48 12 كتساوي 60 اذا 12 0 في خ لا ماشي في خ 5 في 2 10 هو 0 مفترض بالواحد 5 في 1 5 و 1 في 0 هو 6 في 5 12 في كم تساوي 120 هي في ع في 10 احلوا المسألة اقتسم اخوان طبق بيتزا تناول الاول واحد على اثنان والثاني واحد على ثلاثة واحتفظ الباقي هذه المسألة دائما خاصها تعطوها لكم ولكن ضروري ما خصك تركز فيها وتفهمها مزيان لقاش مهمة شنو كنديروا هنايا ضروري من توحيد المقام دائما كنقول لكم التوحيد المقام هو الضروري باش دير العملية صافي قال لك احيط بخط العدد الكسري المعبر عما تبقى من البيتزا اللي بقى منها اذا شنو عندنا واحد على ثلاثة ها واحد على اثنان هي وعندنا زائد واحد على ثلاثة المقام واحد شنو هو؟ ستة ستة إذا هذه في ثلاثة في ثلاثة وهذه في اثنان في اثنان شنو كتعطينا؟ واحد في ثلاثة واحد
شفت على ثلاثة. ثلاثة. اثنان في ثلاثة ستة. ستة. زائد واحد في اثنان. اثنان على ثلاثة في ستة. إذا جمعوا بيناتهم. هي ثلاثة زائد اثنان. خمسة على ستة. خمسة على ستة. شحال كيبقى من الستة على ستة؟ واحد على ستة. باش تكمل ستة على ستة كتبقى واحد. إذا هي واحد على ستة. هذا هو اللي بقى. المعبر عليه فين واحد على ستة؟ فين هو واحد على ستة؟ هو. إذا هو. صافي؟ هذه الطريقة. تعال نجربها في طريقة النيت. اختصنا صديقاني طبق بيتزا تناول الأول واحد على ثلاثة والثاني واحد على أربعة واحتفظ بالباقي. واحد بيختلف العدد الكسري المعبر عما تبقى من البيتزا. شحال بقى؟ إذا عندنا واحد على ثلاثة واحد على أربعة. إذا هذو بيناتهم غنديرهم زائد باش نعرفوا شحال بقى. إذا شنو ناقل واحد بيناتهم؟ ما بين ثلاثة والربعة. 12. 12. إذا هذا في أربعة. أربعة في أربعة. أربعة. واحد في ثلاثة. أربعة في ثلاثة. في ثلاثة. واحد في أربعة. أربعة على 12. واحد في زائد. زائد تل... واحد في ثلاثة. ثلاثة على 12. تساوي شحال؟ تساوي 12. 12. هو المقام واحد كما قلت لك واحد المقام. سبعة على 12. سبعة على 12. شحال تبقى لما توصلوا ل 12 على 12؟ سبعة على 12 شحال نبقى نوصل باش نوصل ل 12 على 12؟ على خمسة بقات لنا خمسة باش نوصل ل 12 على 12. إذا هي خمسة على 12. فين ود خمسة على 12؟ خمسة على 12. هي بي. صافي إذا باينة. شوفوا مسألة أخرى ثانية. أيوا حلوا المسألة. تقاسم تلاميذ أقلام تلوين استعمل منها أحمد محمد أو محمد ثلاثة على أربعة. واستعمل مصطفى واحد اثنان في حين لونات كوثر بالباقي. أحيط بخطين على العدد الكسري المعبر عما أخذته كوثر من الأقلام اللي بقى الكوثر. إذا عندنا واحد على أربعة وعندنا واحد على اثنان. شنو المقام واحد وهو؟ مقام واحد هو أربعة. أربعة. إذا هذه في؟ اثنان في اثنان. تعطينا واحد على أربعة زائد واحد على في اثنان هي اثنان. اثنان على أربعة. جمع بيناتهم؟ بيناتهم هو ثلاثة على أربعة. تساوي شحال بقاتنا على أربعة؟ على أربعة. واحد على أربعة. واحد على أربعة هو اللي بقى باش تكمل. إذا بحال كدير هنايا أربعة على أربعة ناقص أربعة على أربعة ناقص أربعة نقص منها ثلاثة واحد. هي واحد على أربعة. صافي هي واحد على أربعة. إذا هي سي. اختصرنا صديقاني طبق بيتزا تناول الأول واحد على ثمانية والثاني واحد اثنان على ثمانية. اثنان على ثمانية والثاني واحد على أربعة واحتفظ بالباقي. حط بخيط العدد الكسري المعبر عما تبقى من البيتزا تاني كذلك. عندنا شنو عندنا؟ عندنا أسيدي ثمانية جوج على ثمانية وعندنا زائد واحد على أربعة. صافي؟ إذا مقام واحد هو تا ثمانية في اثنان في اثنان تساوي عندنا اثنان على ثمانية زائد اثنان على اثنان على ثمانية تساوي صفر. اثنان زائد اثنان اثنان زائد اثنان تساوي تساوي أربعة على أربعة ثمانية. على ثمانية. فين أربعة على ثمانية؟ يعني أخسازلو. مكيناش. أخسازلو. شنو نديرو؟ مقسوم على جوج. جوج مقسوم على جوج. أو مقسوم على أربعة. مقسوم على أربعة. من الأحسن مقسوم على أربعة. أربعة مقسوم على أربعة. واحد. ثمانية مقسوم على أربعة. اثنان. واحد على اثنان. ديما لما لقيتوش العدد هو هذاك غديرو الاختزال. تسمى اختزال. إذا واحد على اثنان. هاي. حلوا المسألة. يشتغل عامل ستة أيام كل أسبوع. يوفر كل يوم ست أيام. عنده ستة. هاي ستة. يوفر كل يوم 96 درهما. وسوف يوفر خلال اسبوعين جوج زعما 6 و 6 يعني 6 في جوج كتعطينا 12. 6 و 6 6 ايام زائد 6 ايام هي 12. اذا 6 في 2 12 يعني اسبوعين. 12 نضربوه في عدد الدراهم اللي كيجمعها كل يوم. اذا نديرو اذا هي 96 في 12 جوج في 6 اثنان في ستة تساوي 12. اثنان في تسعة اثنان في تسعة تساوي 18. واحد تسعة عشر زائد نقطة ديال العشرات. واحد في ستة ستة ستة. واحد في تسعة تسعة. جمعوا بيناتهم اثنان خمسة عشر بالواحد واحد اثنان وتسعة عشر. إذا درها دي أش. إذن تساوي 1152 درهما. باين المسألة. إذن نشوف الصفحة الأخيرة. الصفحة الأخيرة
حنا نرسل ان الفيديو يكون طويل ولكن فيه الشرح كلشي. الحساب الذهني 6 في 6 8 في 200 8 في 0 0 8 في 0 0 8 في 2 سي 16 1600 7 في 12 7 في 2 7 في 2 14 نحسب الواحد 7 في 1 في 1 7 زائد الاحتفاظ هو 8 84 6 في 11 96 96 72 72 8 في 0 0 او هذه هذا 8 في 3 30 3 اذا 8 في 30 7 في 8 8 احسب على الدفتر مقال الموحد لنا مقال الموحد لنا المقال الموحد احسب المقال الموحد المقال الموحد هو هو 10 10 اذا هذا في 5 في 5 وهذا في 2 هذا في 2 وكنديروا هكايا وكنجيو نديروا اذا 3 في 5 3 في 5 15 على 20 10 ناقص 3 في 2 6 على 10 تساوي 5 ناقص من 6 5 ناقص من 6 هي 9 على 10 9 على 10 ثانيه 6 على 5 و 3 على 4 مقام واحد هو مقام واحد هو 20 اذا 5 في 4 4 6 في 4 3 4 في 5 3 في 5 اذا 6 في 4 6 في 4 تساوي 24 على 20 ناقص او زائد 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 3 في 4 تساوي 15 على 20 اذا الجمع بيناتهم 24 زائد 5 و 15 تساوي 39 على 20 على 20 39 29 اذا نمشيو للمساله الثالثه هي 4 على 3 ناقص 1 على 2 المقام واحد هو 6 6 اذا هذه في 2 في 2 3 2 في 3 1 في 3 3 اذا 4 في 2 تساوي 8 على 6 ناقص ناقص 1 في 3 1 في 3 هي 3 على 2 في 3 هي 6 8 ناقص من 3 هي 5 على 6 شو المسألة الرابعة اللي هي 9 9 على 4 ناقص زائد 6 على 5 المقام واحد هو 20 إذا 4 في 5 5 في 5 5 في 4 6 في 4 5 9 في 5 9 في 5 هي 45 على 20 20 زائد 6 في 4 6 في 4 24 على 20 إذا 45 نقص منها 24 زائد أو زائد هي زائد هي تساوي 69 على 20 احسبوا على الدفتر كذلك واحد ناقص ثلاثة على خمسة واحد شنو كيعطينا قلنا خمسة دائما على خمسة خمسة على خمسة خمسة واحد هو خمسة على خمسة إذا خمسة نقص من ثلاثة يعني اثنان على خمسة اثنان على خمسة اثنان كردو هو واحد اثنان على واحد اثنان على واحد أربعة في أربعة في أربعة في أربعة أربعة هي هو في المقام يكون أربعة وفي البسطة يكون ثمانية اثنين في أربعة ثمانية هنا أربعة زائد ثلاثة على أربعة كتبينا هي إحدى عشر على أربعة ثاني كذلك هنا ثلاثة على اثنان واحد هي واحد ثنية هي اثنان على اثنان اثنان على اثنان واحد وديما كنرجعوه عدد كسري هو اثنان على اثنان هي خمسة على اثنان هي خمسة على اثنان ثم هنا اثنان هي اثنان على واحد مش ردو ثم يضربوا في اثنان وهنا في اثنان ثم هنا هي تسعة على اثنان ناقص أربعة على اثنان إذا تسعة نقص منها أربعة خمسة على اثنان خمسة على اثنان هي خمسة على اثنان أحسبوا 12 على 10 ناقص صفر فاصلة خمسة 12 على 10 نقص منه ناقص 5 صفر فاصلة 5 هو 10 هو 5 على 10 إذا تساوي 12 ناقص 5 12 ناقص 5 هي 7 على 10
أربعة على ثلاثة ثلاثة زائد زائد صفر واحد فاصلة على واحد عشرة، هي واحد واحد على عشرة. عشرة. المقام واحد هو مقام واحد هو عشرة، لا هو ثلاثون، 30. هذه نضربه في ثلاثة وهذا نضربه في ثلاثة في في ع في عشرة. في عشرة. أعطينا أربعة في عشرة أربعة في عشرة أربعون، أربعون ثلاثون، على 30 زائد ثلاثة على على ثلاثون تساوي 40 ناقص 3 زائد ثلاثة، زائد 3 ثلاثة على ثلاثة زائد ثلاثة وأربعون على 30 ثلاثون، 25 على 20 20 ناقص ناقص 0.05 هو خمسة على مئة. على 100. إذن مقام واحد هو مقام واحد هو هو مئة 100. إذن 20 في في خمسة في خمسة، خمسة في خمسة خمسة عشرون في خمسة، خمسة في خمسة خمسة سوى عشرون خمسة أحسنت بإثنان. نعم خمسة في إثنان عشر، وإثنان هي هي اثنا عشر، إذن على مئة مئة على 100 ناقص خمسة على 100. 125 نقص منها خمسة هي 120 على 100، 0.7 سبعة على عشرة، زائد واحد على واحد على اثنان. اثنان، مقام واحد هو عشرون، هو وعشرة في خمسة في في خمسة، خمسة. إذن تساوي هي سبعة سبعة على على عشرة عشرة زائد زائد خمسة على على عشرة تساوي تساوي 7 زائد 5 11 على 10 12 10. أحل المسألة. اقتسم صديقان طبق بيتزا دائما اقتسم اقتسم. تناول الأول 1 على 3 والثاني 1 على 2 واحتفظ بالباقي. أحيط بخط عدد كسري المعبر عن ما تبقى من البيتزا. إذن دائما كنقول لكم دائما التوحيد المقام المقام 1 على يلا قولي لنا 1 على 3 زائد واحد على اثنان. شنو نديرو؟ نوحدو المقام تساوي إذن واحد على ثلاثة في في زائد واحد على اثنان في في. يلا واحد المقام شنو قلنا المقام واحد هو؟ اثنان هو ستة. هو ستة. إذن ثلاثة في اثنان في اثنان اثنان، واثنان في ثلاثة 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 في ثلاثة تساوي واحد في اثنان واحد في اثنان اثنان على ستة، على ستة زائد واحد في ثلاثة ثلاثة على على ستة، ستة تساوي اثنان زائد ثلاثة خمسة خمسة على على ستة. ستة. وكنقولوا ستة ستة على ستة نقصوا منها نقصوا منها هاد خمسة على ستة. يلا ها المقام واحد هو ستة على ستة هو ستة 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 نقصوا منها خمسة واحد على ستة، واحد على ستة هو هذا اللي فين. واحد على ستة هو كنظن إلى هنا ينتهي الفيديو. دمتم في رعاية الله وإلى اللقاء.